بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا من أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الإحسان يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على الأوباش اللي أبدا. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون كما في المبارزة في كلمة أيهم يكفر مريم. هنا قال يختصمون، الخصومة هنا مش خصومة هكا بريئة، راهو كما قلنا ثم التمثيل وثم الأكثرية هي تريد جلب السمعة لهم، لا غير، باش من وراء السمعة يتناولوا خير المولى عن طريق العباد المغفلين. هذا بنو صهيون لحد الآن ويقيم الساعة هم في هذا الشكل، وما يحبوش يخرجوا عن جمودهم، وما يحبوش يخرجوا يثبتوا روحهم على صفتهم كشعب الله المختار، ولا أبناء الله وأحباء، هل هي صفة حقيقية أو صفة من صنع إبليس اللي يعلمهم كيف يفسدون في أرض الرحمن. نسأل الله السلامة بالتمام والكمال.